الحذر من الأصدقاء. الصداقة هي زهرة الاجتماع البشري، الصداقة الحقيقية التي أجمع عليها القلب والعقل والموقف، وهي مشتقة من الصدق، والصدق بكل معانيه وفي القول والفعل. وإذا كان الزواج لقاء أرواح وأجساد، فإن الصداقة الحقيقية لقاء أرواح وعقول. وبما أن الصدق الحقيقي نادر في دنيا البشر، والذي لا نشك فيه أن الصداقة الجيدة موجودة ولكنها قليلة، وأنه لكي يكون لك صديق جيد يجب أن تكون أنت صديقا جيد. ولو أن هذه النظرية صارت نسبية جدا، بل تدنو إلى الاستحالة في زمن طغت فيه لغات الحسابات والأرقام، كما إن كثرة الأصدقاء غير مجدية، بل ربما كانت أقرب للضرر تماما، مثل كثرة الأكل التي تصيب الإنسان بالأمراض. وهذا ما عبر عنه الشاعر المبدع ابن الرومي حين قال: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وأسوأ الأصدقاء هو الصديق الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. والمثل العربي يقول: عدو عاقل خير من صديق أحمق. كما إن صحبة الأحمق تشوه السمعة، ويشتبه على الناس الأمر فيرون أن صديق الأحمق مثله، ولو كان عاقلا فرضا ومع الناس حق، فإن القرين يقتدي بالقرين، والصديق يعدي الصديق، والطيور على أشكالها تقع. وبما أن صداقة زواج الروح، فإن كل زواج قابل للطلاق، ذلك حذر الحكماء والشعراء من الثقة المطلقة المفرطة بالصديق ومن إفشاء الأسرار الخطيرة له.